السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنخزن الفاصوليا الخضراء بطريقة جديدة، مش هتجلد معانا وهتقعد في الفريزر بالشهور. تعالوا معايا نشوف الطريقة، بس قبل ما تيجوا اعملوا اشتراك ولايك وشير. هنا أنا جبت 2 كيلو فاصوليا، مش بكتر علشان ما تعبش في تنظيفها، فكل ما بنزل بجيب 2 كيلو. ونضفتها وغسلتها كويس ونقعتها في مية شوية. هنجيب حلة كبيرة شوية وهنحط فيها سمنة أو زبدة، وهننزل بالبصل ببصلتين مبشورين وهنقلب. مش هيحمر يعني، يدوب يدبلوا بس. كده البصل دبل شوية، هنحط الفلفل الأسود وحطيت مكعب مرقة وهنقلب شوية. هننزل بالفاصوليا كمية كلها. هنقلب بقى لحد ما المكونات كلها هتدخل في بعض، السمنة والبصل والمرقة. احنا محتاجين ان هي تستوي نص سوا، فهنقلب وبعد كده نوطي عليها وكل شوية نقلبها حوالي 1/3 ساعة. كده خلاص قربت تستوي. هنعمل ايه بقى؟ نحط معلقة ثوم مفروم ونقلب شوية. كده خلاص استوت، هنلاقيها طريت شوية، هنطفي عليها البوتاجاز وهنسيبها تبرد خالص. كده بعد ما شلناها من على البوتاجاز، هي استوت نص سوا، هنسيبها بقى تبرد خالص. بعد كده هنحطها في كيس. وانا عاملة 2 كيلو، بعمل انصاص، هعمل 3 اكياس، والنص الاخير هطبخه دلوقتي معاكم. يعني نحاول نقسم على يعني 4 اكياس، 4 اكلات. كده عملنا اول كيس وبططناه زي ما احنا متعودين، وطلعنا منه الهواء على قد ما قدرنا علشان يحافظ عليها اكتر وكمان ما تاخدش مساحة في الفريزر. كده انا كنت جايبة 2 كيلو زي ما قلت لكم، عملت 3 اكياس وكيس طبخته، هيتشال بقى في الفريزر وهيطلع واتحط اللحمة بالشوربة والطماطم والفاصوليا وتغلي وخلاص كده. بألف هنا وشفا.